السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمله هريسة الشط. معايا كيلو فلفل يا حامي يا بارد زي ما انت عايزاه، انا عاملاه بارد علشان خاطر الاولاد عندي. معلقتين كبار ملح، 5 فصوص ثوم، مج كده صغير كده زيت، الزيت منه مادة حافظة لهريسة الشط، ومنه ان هو يمشيولنا في الخلاط، بس يعني ان هو مادة حافظة. يعني هنقطع الفلفل بالشكل ده عشان نعرفه نضربه في الخلاط. قطعناه بالشكل ده كله، طبعا هيكون معانا كوز الخلاط في كوباية الزيت، وبعدين هنضيف اليه الفلفل، وبعدين هنحط الثوم، مش هنحط الملح دلوقتي. بعد ما ضربناه بالخلاط هيبقى شكله كده. طبعا هو لونه فتح عن كده، لونه احمر بس الكاميرا بقى. بعدين هنجيب معلقتين الملح هنقلبه فيه، طبعا هيكون معانا برطمان مغسول كويس وناشف، هو بص اللي احنا هريسة الشطة ديت بنحطها في جميع انواع الاكلات. يعني لو قلي بتنجان هتكون عندك سريعة، ممكن تحطها على صينية البطاطس، على البامية، اي حاجة. انا بصراحة بستخدمها في جميع انواع الاكلات، هي بصراحة جميل، بتخلي الاكل طعمه حلو. عايزة تحفظيه برا عادي، عايزة تحطيه في التلاجة زي ما تحبي، بس هو الزيت مادة حافظة عليه. هو عامل معايا برطمان ونص، جربوا الطريقة وان شاء الله هتعجبكم، لان في ناس كتير ما عندهاش لكبة، وفي ناس كتير يعني بتتعب ان هي تعملها بالمخرطة. ان شاء الله الطريقة تعجبكم وتجربوها وتعجبكم ان شاء الله.